بعد ما يقارب أسبوعا على دخول الأجواء الحارة، المملكة لا تزال أسعار الخضار والفاكهة مرتفعة، كما قال المواطنون في سوق الوحدات الشعبي لكاميرا رؤية، حيث كان من المتوقع انخفاض الأسعار في ظل هذه الأجواء الحارة. أسعار غالية كتير، يعني مفاجأة للمواطن الأردني بهيك جو حامي. يعني ما بعرف، لازم ترخص المواد الزراعية لأنه بتكثر الإنتاج فيها وبقل الطلب عليها كونه انه الجو حامي يعني كثير. اخذت ليمون بس بليرة الكيلو، ما غلي يعني، بعد هو ما غلي، بس في مكان مثلا فوق بليرة ونص، مكان ثاني بليرة ونص، لكن في اماكن ثانيه بليرة، يعني الواحد بيدور ما بياخذ من اول محل دغري. الاسعار مرتفعه شوي نوعا ما، هلا معدل استهلاك يمكن معدل شهري يمكن بتفرق لها بالمتوسط، العائله المتوسطه 4 5 افراد بتفرق لها، فرقت بالنسبه لي انا كعائلتي بمعدل 30 ل 40% زياده. والله غالي، بقول لك البطاطا ب 75، يعني زبده رعينه بقول لي ب 70، التين بليرتين الكيلو، وانا يعني اذا بدك تشتري لك 3 4 5 شغلات ما بدك تحط لك 20 ليره وتسحب حالك وتضلك طالع. مناسبه في حسب الصنف، يعني في اصناف مرتفعه شوي، في اصناف مستواها زي مستوى او متدنيه شوي. والله هي متوسطه تقريبا، يعني الاسعار مش متوسط. الأسعار يعني تقريبا خلينا نحكي وسط لغالي شوي كمان، لأنه بتعرف التجار قاعدين مع الحم برفعوا، يعني في بضاعة كثير بتضرب عندهم.